من الأمور الغريبة في النظام الأمني في الجسم إنه مبني على أساس الخطوط الدفاعية المتوالية، يعني مفيش خط مركزي واحد زي ماجينو أو زيكفريد أو بارليف إذا وقع تنتهي مقاومة الجسم وتنتهي الحرب، لا، إنما فيه نظام الخطوط الدفاعية المتتالية. إذا الميكروبات اخترقت خط تقع في خط نار تاني، إذا اخترقت خط النار التاني تقع في خط النار التالت، إذا اخترقت خط النار التالت تقع في حفرة أو كمين أو ينفجر فيها لغم، إذا اخترقت خطوط الألغام تبتدي تخش في خط آخر وتنطلق ضدها الأسلحة الكيماوية وتشتبك مع الكوماندوز خط ورا خط ورا خط. عشان كده ربنا خلق دورة موازية غير الدورة الدموية، دورة موازية اسمها الدورة الليمفية، برضو فيها أوعية وفيها دورة ليمف وفيها خلايا ليمفية وفيها نبض انقباضات وحركة. الحكمة هنا ان يبقى في خط دفاع تاني موازي للدم، وايضا حكمة اخرى هو ان يكون هناك مجرى خاص للدهون بدل ما تصب الدهون مباشرة من الامعاء في الدم بعد اكلة دسمة، جعل لها دورة اخرى وسيطة بين الامعاء وبين الدم، هي الدورة اللي فيه، فالدهون تمشي في طريحة الأمعاء في أوعية ليمفية وتتجمع هي والليمف اللي طالع من الرجلين والبطن وكله يمشي في قناة كبيرة في الصدر، قناة ليمفية دائما في حركة صاعدة بالشكل ده، بياخد تلت ساعة الليمف عشان يجي من الرجلين لغاية ما يطلع يوصل للقناة الصدرية في اتجاه واحد لفوق، ممنوع الاتجاه العكسي، والمنع ده عن طريق صمامات خاصة في الأوعية الليمفية بحيث انه يسمح بالمرور لفوق ويمنع المرور لتحت، وهي حركة تساعد عليها انقباضات خاصة في الأوعية الليمفية وانقباضات العضلات حوالين القنوات الليمفية ونبض الأورطة، كل ده بيساعد على الحركة لفوق لفوق لفوق، يفضل الليمف طالع في القناة الصدرية لغاية ما يوصل لأعلى الصدر وبعدين يصب في وريد كبير في أعلى الصدر ويتوزع بعد كده الليمف بمحتويات الدهنية على الدم بانتظام. في الواقع عزل مجرى الدهن عن مجرى الدم ما بين الأمعاء لغاية الوريد العلوي في الصدر كان مسألة مهمة جدا. ليه؟ عشان ردود الفعل الأكلة الدسمة، الناس اللي غاويين اللية واللي غاويين اللحمة المدهنة واللي غاويين يأربعوا أنواع الدهون المختلفة واللي غاويين زبدة واللي غاويين الحاجات الدسمة دي، هتكون نتيجة إيه؟ لو كان الأكلة الدسمة دي بتصب على طول في الدم كان هيبقى فيه هجمة غير محسوبة بتيجي فجأة كده من الأمعاء للدم على طول، وإحنا عارفين إن ارتفاعات الدهون في الدم، الارتفاعات الغير محسوبة ممكن يبقى لها أضرار، ترسب الدهن في الشرايين والجلطة والذبحة وتصلب الشرايين وكل الحاجات دي. فربنا جعل مجرى الدهن منفصل لوحده، عمل له دورة وسيطة بحيث ان هي الأكلة الدسمة الأول ما تروحش للدم مباشرة، لا، تصب الأول في
قنوات لبنية في طريحة الأمعاء اللي هي القنوات الليمفية دي، وتتجمع هي والليمف اللي جاي من الرجلين وجاي من البطن، ويطلعوا في مجرى خاص بيهم في قناة الصدر الليمفية دي، والآخر خالص فوق عند أعلى الصدر يصبوا في وريد دموي كبير، فينزل بعد كده الدهن بانتظام، يتوزع بانتظامه على راحته، ما يبقاش على طول من الأكلة للدم. تمام، زي ما تيجي تحط موزع بين مجرة ومجرة عشان تنظيم. وعلى طول مجرى الليمف فيه غدد ليمفية، الغدد الليمفية دي هي في الواقع ترسانات للخلايا الدفاعية، خلايا الكوماندوز والصعقة والخلايا الملتهمة في المحطات دي أو الغدد الليمفية. والغدد الليمفية هي الحيل اللي بيطلع، يعني تبص تلاقي الواحد اتجرح في صباعه وحصل التهاب، يقول لك حسيت بوجع هنا وحيل وتورم في الباط، أهو دي الغدد الليمفية، تورم الغدد الليمفية. أو الواحد يبص في دراعه كده يلاقي خط أحمر، أهو ده الخط الأحمر ده هو التهاب المجرى الليمفي أو الأوعية الليمفية. كل دي علامة خط دفاع حصل بعد ما حصل الجرح، هنا الميكروبات دخلت ابتدى المعركة تحصل بطول الوعاء الليمفي، وبانت أثرها على الغدد لما تورمت عشان ترمي في الساحة خلايا صعقة وكوماندوز وخلايا ملتهمة عشان تحارب الميكروبات الداخلة. فتكون النتيجة ان الواحد يحس بالورم ويحس بان في حاجة بتألمه في الباط، ده بيسموه الحيل. احنا قلنا قبل كده عن حكاية الدورات، وان الكون كله في نظام الدورات دي، يعني دورة دموية، دورة ليمفية، دورة تنفسية، وبعدين دورة فصول، وبعدين دورة ليل ونهار، وبعدين دورات فلكية. البعض توسع قوي في فهم الدورات ودخلها في الفلسفة العامة حتى لما بعد الموت، فالهنود طلعت عندهم حكاية فكرة التناسخ، تناسخ الأرواح، وإن أيضا الإنسان بيمر في دورة بعد ما يموت، ربنا ياخد روحه ويلبسها في أجسام أخرى وفي أسماء أخرى تيجي تاني الدنيا. وبعض المفكرين الإسلاميين برضه خدوا فكرة التناسخ أو الدورة أو العودة. أنا في مرحلة من مراحلي تأثرت قوي بفكرة التناسخ دي والفكرة الهندية، وكان لي رواية العنكبوت ورواية الخروج من التابوت، تأثرت فنيا الحقيقة مش عقائديا، هي فكرة مثيرة فنيا. لكن أنا الحقيقة بعد إعادة نظر ما رفضت الفكرة دي تماما، وأعتقد أن أولا ما فيش شواهد قرآنية قاطعة تدل على أي حاجة اسمها تناسخ أو شيء من هذا القبيل، ما فيش شواهد قرآنية تدل عليها، شواهد قاطعة ما فيش. ثم ثانيا الله هو ربنا ما عندوش أزمة أرواح عشان يمسك روح واحدة يقعد يلبسها عدة أسماء وعدة أجسام. طب ويعمل كده ليه؟ طب الهنود بيقولوا ان العودة دي او عودة الدورات دي حكمتها ان الانسان لما يعمل ذنب يتعامل فيه زي ما عمل في الناس يعملوا فيه، انا كسرت رجل واحد فربنا يرجعني للدنيا تحت اسم اخر واحد يكسر لي رجلي، ما يسمونه في الفلسفة الهندية الكارما، ان الواحد يدفع الفاتورة اول باول عن طريق هذه العودات الى الدنيا. الله، اولا ربنا ما عندوش ازمه ارواح، ثانيا ما عندوش ازمه امكنه، هو عاوز يعذب وما فيش غير الدنيا يبعتك فيها تاني عشان تتكسر رجلك؟ طب ما هو عنده عوالم ما لهاش اخر. فاذا ربنا ما عندوش ازمه ارواح وما عندوش ازمه امكنه، فما فيش حكمه اسلاميه الحقيقه في مساله العوده دي والدوره بهذا المعنى. ثم هي الفكره دي خطيره ان بتفتح باب الدعاء ملوش اخر، ممكن واحد يجي يقول لك انا السيد البدوي، يا أخي السيد البدوي ده أنت عبد السميع، يقول لك لا ما أنا بقى في الدورة التناسخية بتاع السيد البدوي، أنا بقى جاي في دورة تانية. وكذلك أي واحدة تقول لك أنا ستنا مريم، يا ستي ده أنت سكينة ولا حاجة، تقول لك لا ده أنا بقى الدورة التانية بتاع ستنا مريم، وهكذا هتفتح أبواب الدعاء بلا بينة، وكل واحد يدعي إنه ده غير واحد يدعي إنه عيسى، واحد يدعي إنه موسى، واحد بالشكل ده مش هنخلص من أبواب الادعاءات التي لا نهاية لها.
ففي الواقع فهم مسألة الدورات بهذا المعنى هو توسع في ما يقومش عليه دليل وما تقومش عليه شواهد، ثم ما يبدوش له حكمة واضحة، ثم بيفتح باب ادعاء خطير ممكن يؤدي إلى أنواع من البلبلة لا نهاية لها. وزي ما قلنا لا فيش يعني دليل قطعي في القرآن بمعنى إن ربنا بيرجع الناس في أسماء مختلفة في الدنيا، وربنا لا عنده أزمة أرواح ولا عنده أزمة أمكنة. وعلى العموم دي مسائل الله أعلم بها تفاصيل ما يجري للإنسان بعد الموت. لا شك إن ده علم غيبي مقفل محدش يعرف فيه، محدش يقدر يحسم فيه برأي قاطع. سرحنا بيكم شوية خارج عن مسألة، لكن هي بقى الشيء بالشيء يذكر، فهي الدورة الليمفية هي اللي فكرتنا بموضوع الدورات وما فيه. فنرجع تاني للدورة الليمفية ونشوف الفيلم اللي معانا، فيلم قيم قوي على الدورة الليمفية. عندنا قلنا زي ما يبقى في دورة دموية، فيه أيضا دورة الليمفية. الفيلم اللي معانا قيم، فيلم عندنا قيم جدا في مسألة الدورة. هنا الدورتين الليمفية والدموية، دورة الدموية معروفة اللي هي إن في شرايين وفي أوردة، هنشوف الدورة الدموية بالتفصيل دي، الشرايين والشرايين تتفرع إلى شعيرات، شعيرات دقيقة، والشعيرات تعبر الأنسجة وترجع في دورة وريدية. هنكبر الشعيرات شوية شوية. احنا قلنا إن الشرايين تفضل تنقسم وتفرع لغاية ما تبقى شعيرات دقيقة، يدوبك الشعيرة تساع كرة دموية واحدة، يدوبك تساع كرة دموية واحدة. فبيبقى في صف من الكرات ماشية ورا بعضها في الشعيرة. هنشوف مقطع في شعيرة بنلاقي فيه كرة واحدة بس، اهي دي كرة دموية واحدة، بيبقى الدم ماشي في الشعيرات بضغط يوصل ل 30 مليمتر زيبق، و بحكم هذا الضغط وقوته ممكن الدم في الشعيرة يبتدي يرشح للأنسجة وللخلايا اللي حواليه. لما الدم بيرشح من الشعيرات في الواقع بيرشح في زي ما احنا شايفين في الخلايا، وبيدي الأغذية والأكسجين أول بأول للخلايا، والخلايا بتحرق الأكسجين ويستهلك الأغذية ويبتدي يبقى لها فضلات، فبنشوف أن ترجع الفضلات تمشي تاني في الدورة الوريدية وترجع في الدورة الوريدية للدم. أي التهاب أو حرق ممكن تتجمع الفقلولة دي، الفقلولة دي عبارة عن سائل نسيجي راشح من الشعيرات، وهي بلازما في الواقع، يعني رشح من الشعيرات. زي ما قلنا الخلايا بتتنفس وتستهلك غذاء وبعدين يبقى لها فضلات، والفضلات بدورها ترجع تاني تمشي في الشعيرات الوريدية وتتلم تاني في الأوردة وتطلع عشان تتنقى في الصدر وفي الكلى زي ما حكينا قبل كده. في دورة ثانية بقى الموازية، شايفين الوعاء اللي على الشمال ده، أهو ده الوعاء الليمفي، دورة موازية للأوعية الدموية هي الأوعية الليمفية أو أوعية الدم الأبيض زي ما قلنا. ده اللي شايفينه ده هي أوعية لمفية، شعيرات لمفية برضو بتتجمع وتمشي في أوعية لمفية أكبر وأكبر، بيطلع من الساقين ومن البطن ومن طريحة الأمعاء ويمشي في القناة اللمفية الصدرية زي ما احنا شايفين، قناة كبيرة. القناة دي بتصب فوق في أعلى الصدر في وريد دموي كبير. قلنا ان الدورة الليمفية دي بتساعد كخط دفاع تاني، وفي نفس الوقت برضو بتاخد شيء من الفضلات من الأنسجة،
تعمل عملية صرف للنسيج أو الفضلات النسيجية. الأوعية الليمفية بتنبض زي الأوعية الدموية، لها نبض، ثم زي ما في الدم في كرات حمراء وبيضة وبلازما، كذلك في الأوعية الليمفية ما فيش كرات دم لكن في كله كرات بيضة، كرات ليمفية فقط، وعشان كده بنقول عليه بنسميه الدم الأبيض لأنه ما فيهوش كرات دموية حمراء. شوف النبض ده، النبض اللي بيحصل فيه الوعاء الليمفي، ودي الخلايا اللي في الليمف، خلايا بيضة بس. شوف النبض، وفي صمامات تمنع رجوع الليمف لتحت، مسموح الصعود لفوق ممنوع لتحت عن طريق صمامات خاصة. بالإضافة إلى نبض الوعاء الليمفي، فيه أيضا ضغط العضلات اللي حواليه وانقباضها بيساعد على حركة الليمف في اتجاه واحد من الرجلين لفوق، لفوق كله حركة لفوق، العضلات بتساعد عليها. ثم في البطن نبض الأورطة بيساعد برضه، النبض بتاع الأورطة شوفوا لما ينبض يقوم يزق برضه الليمف لفوق، كل دي عوامل بتزق الليمف لفوق باستمرار. وبيطلع الليمف لفوق. احنا قلنا في الأمعاء الدهن بيمتص عن طريق الزوائد الرفيعة اللي شفناها دي، الزوائد تمتص الدهن المهضوم وبعدين تضخ هذا الدهن، تركبه تاني وبعدين تضخه في الأوعية الليمفية. شايفين دلوقتي الأوعية الليمفية ده في فار من فيران التجارب أكلناه دهن، لما يأكل دهن يقوم يبان الأوعية اللبنية دي، هي دي اللي قلنا عليه الدم الأبيض أو الدهن ماشي في الأوعية الليمفية، فبقت زي الخطوط البيضة كده طالعة من الأمعاء أهي، دي كل دي أوعية ليمفية وفيها حواصل. وحنلاحظ أن الأوعية دي بتنبض بسرعة حية، دي مش رسم، يعني هو فيلم قيم قوي بنشوف فيه الوعاء الليمفي على الطبيعة. شوفوا الأوعية بتنبض إزاي، واضحة جدا، واخدة الدهن من الأمعاء وماشية في الطريحة بتاع الأمعاء، بدل ما تصب الدهن مباشرة في الدم بقى له مجرى مستقل. بنكبر الزوائد دي شوية، دي الزوائد اللي في الأمعاء الدقيقة اللي بتمص الدهن أهي، هذه الزوائد بتمص الدهن المهضوم وبعدين تركبه، تعيد تركيبه من جديد، وبعد ما تعيد تركيبه تضخه في الوعاء الليمفي اللي في الوسط ده الأصفر. شوفوا ضخ الدهون، شوف الزوائد اللي زي القطيفة دي بتضخ الدهن، بتضخه فين؟ تضخه في الشعيرات الليمفية وبعدين في الوعاء الليمفي، وبعدين يظهر لنا هنا وعاء لبني واضح تمام. قلنا ان بعد كده بيتجمع في شعيرات اكبر واكبر وفي اوعية اكبر واكبر، شوفوا الاوعية هنا بتنبض فعلا، مش صورة دي، متاخدة تصوير حي على حيوان تجارب. وملاحظين كمان ان الحواصل، في حواصل على طول الممر الليمف، والحواصل بتنقبض هي كمان، في انقباضات في الحواصل، شوفوا انقباضات الأوعية الليمفية هنا برضو، هنشوف الأوعية الليمفية اللي هي الأوعية الشفافة دي، الأوعية الشفافة شوفوا انقباض الوعاء وانقباض الحواصل اللي فيه. شوفوا هنا شايفين السائل الليمفي بيجري جوه الوعاء، يعني صورة جميلة حقيقي، وبعدين الصمام باين، يعني ده مش رسم، اللي انتم شايفينه ده عبارة عن الأوعية اللبنية في طريحة معوية لفار من فيران التجارب، ده هو اللي رسم بقى، يعني بيورينا هنا ازاي كل
أوعية الطريحة بتطلع وتقابل الأوعية الليمفية اللي جاية من الرجلين، وكله يطلع في القناة الصدرية دي اللي على الشمال، ونبض الأورطة عمال يساعد على زق الليمف لفوق بالإضافة إلى انقباض القناة نفسها لغاية ما يوصل فوق لأعلى الصدر ويصب في وريد دموي كبير، ثم يتوزع على الدم بانتظام على طول مجرى الليمف في العقد او الغدد الليمفيه اللي احنا شايفينها دي. واحنا قلنا الغدد دي عباره عن ترسانات من خلايا الصعقه وخلايا الكوماندوز وخلايا الملتهمه، ودي خلايا بتصنع في امكنه كتيره في الغدد الليمفيه، وبتصنع في اللوز، وبتصنع في زايده الديوديه، وبتصنع في الطحال. وهنا بنشوف الغده الليمفيه تحت الميكروسكوب، هي عبارة عن تجمعات من خلايا متخصصة بتصنع خلايا الكوماندوز أو خلايا الصعقة، هنا بتصنع جوه الغدة الليمفية. وبطول الممر الليمف كله هنلاقي باستمرار هذه الغدد اللي هي ترسانات خلايا دفاعية. آدي ترسانة من الترسانات دي، و هنشوف ازاي ان التجمعات الخلايا دي عماله تصنع خلايا الصعقه. هي التجمعات الخلايا دي بتصنع الخلايا الصعقه وخلايا الكوماندوز والخلايا الملتهمه، والليمف داخل بياخد معاه الخلايا. هي دي خلايا الصعقه اللي طالعه دي. في ممر الليمف هو داخل وطالع من المحطة دي بياخد معاه أول بول الخلايا الدفاعية اللي حكينا عنها دي، واللي سميناها خلايا الكوماندوس، فبيبقى باستمرار سائل غني بالخلايا الدفاعية. قلنا لما بيحصل أي جرح في الصباع ممكن على طول بيحصل التهاب وتورم، ثم ممكن أحيانا الإنسان يشوف على مجرى الليمف أهو ده وعاء ليمفي ملتهب ويحس بيه محبب كده، وحيل على طول تورم عند الباط، تورم في الغدد الليمفية إياه، لأنها عمالة تنتج أول بأول خلايا دفاعية. من ضمن الخلايا الدفاعية في خلايا الملتهمة أهي، شوفوا الخلايا الكبيرة دي بتلتهم إزاي، أهي دي كلها خلايا ملتهمة برضو، نوع من الخلايا الكوماندوز اللي بتنتجها الغدد الليمفية. شوف في كمان حاجات بإنتاج القذائف المضادة، أن يعني الميكروبات بتعمل سموم وأجسام سمية. السموم دي ساعة ما تلمس الخلايا الدفاعية بتعمل عليها بصمة، من هذه البصمة الخلية ممكن تشخص نوع السم فتصنع له قذيفة مضادة على طول مناسبة له متقاسة عليه. فشوف القذائف المضادة هتروح تحاصر السم وتبطل مفعوله. وكل مادة سمية لها جسم مضاد أو قذيفة مضادة أو ما يسموه أنتي بوديز، ده ما ينفعش، ده لازم هو ده اللي ينفع. فكل سم له إيه؟ جسم مضاد أو له قذيفة مضادة أو مادة مضادة أنتي بوديز. الخلايا دي هي اللي بتصنع القذائف المضادة اللي هي بتحاصر السموم وتبطل مفعولها. شيء غريب قوي في النظام الدفاعي في الجسم، الخطوط الدفاعية الأولى في حربنا مع الميكروب هي الجلد والحلق، الحلق والأنف. في الحل ربنا وضع اللوز، ترسانة اللوز دي ترسانة دفاعية هائلة، وكذلك في الزور جيوش من الخلايا الدفاعية. وفي الأنف ربنا وضع مرشحات من الشعر وأيضا غدد ليمفية. وفي الجلد ربنا عمل نسيج متلاحم مغلف الجسم كله، بحيث لو سكينة قطعت أو تسلل ميكروب أول شيء يحصل التهاب محلي عند المدخل،
تندفع نحو هذا المدخل جميع الخلايا الدفاعية وتحصل معركة عند الجرح نفسه ويحصل حمار والالتهاب وتورم. نفس الحكاية في الزور مثلا، أول معركة تحصل مع اللوز واللوز يحصل لها تورم، فإذا كان الجيوش المهاجمة كبيرة جدا أعداد هائلة من الميكروبات ممكن ترسانة اللوز تتقيح وتنفجر. وفي الساعة دي ممكن بقى الميكروب المهاجم يعدي يعبر من الخط الدفاعي الأول ويخش على البلعوم وينزل في المعدة فيقع في الخط الثاني، في المعدة فيه إفرازات مستمرة من مية النار، هيدروكلوريك أسيد أو حامض الهيدروكلوريك، المعدة بتفرز مية نار باستمرار بتركيز خفيف لكن كافي لأنه يقتل أي ميكروب يكون نفد من الخط الأولاني اللي هو خط اللوز وخط الفم، فيجي يقع في الخط الثاني في المعدة فيجي مية النار تقضي عليه. ممكن ميكروب يكون دخل من الخط الأولاني في الأنف فتبتدي معركة في الأول في الأنف، لو عدى من المرشح الشعر اللي موجود في الأنف هيخش يعمل التهاب في الأغشية زي ما بنشوف في الزكام، والأنف تتسد عشان تمنع دخول أي شيء وتبتدي الزكام بكل مضاعفاته. ممكن الميكروبات تعدي فتنزل تتسلل نتيجة ضعف المقاومة أو حاجة وتنزل من الأنف تخش مجرى التنفس في القصبة الهوائية. الميكروبات اللي تعدي القصبة الهوائية بتواجه بالخط الدفاعي الثاني، في القصبة الهوائية فيه 10,000,000,000 وأكثر من الخلايا، كل خلية معها مكنسة، 10,000 خلية من حملات المكانس، كل دول عمالين يكنسوا، شغلتهم يكنسوا لفوق، فالميكروب يلاقي نفسه عمال يتكنس لفوق وعشر تلاف مليون مكنسة في وقت واحد عمالين يكنسوا فوق علشان طرد الميكروب مع البلغم، والمخ يروح عامل أوامر لعضلات الحجاب الحاجز وعضلات الصدر وتحصل موجة من السعال، هوب يروح الميكروب مخلوع من القصبة الهوائية وطالع مع البلغم أو مع العطاس، عملية دفاعية برضو في الخط الثاني. إذا حصل أن ابتدى الميكروب نتيجة أن هو جاي في هجمة كبيرة مع جيوش طبعا أكثر من 10,000,000,000 مكنسة دول، فكان أعداده أكثر، فممكن بعض نتيجة المعركة تكون في صالح الميكروب وينفد من حاملين المكانس دول ويبتدي ينزل على الشعب والشعيبات ويبتدي يخش في الدم، تبتدي بقى الخط الثالث والرابع اللي هو خط الدم والليمف، تبتدي المعركة تشتعل في الدم والليمف ويبتدي حرارة الجسم ترتفع ويتحول إلى فرن في محاولة لسلق الميكروب، برضو محاولة في الخط الثالث والرابع. ومع اشتعال المعركة في الخط الثالث والرابع يبتدي يخش الخط الخامس اللي هي الحرب الكيميائية، وحرب الكيميائية وحرب الأجسام المضادة اللي حكينا عنها، تبتدي الطحال والكبد والغدد الليمفية كل ده يصنع الخلايا الملتهمة والخلايا الصعقة وخلايا الكوماندوز، وكل ده يخش في المعركة وتبتدي الحرب الكيميائية اللي حكينا عنها وحرب الأجسام المضادة اللي حكينا عنها، ثم حرب الالتهام. في الخط الأخير تبتدي المعركة تبقى حرب عصابات وخنادق، ويبتدي يحصل جيوب من الصديد ويتكدس القتلة وتتعفن جثث الخلايا الأبطال، ويبتدي الجسم يخش في مرحلة بقى الشعرة كده بين الحياة والموت. شيء غريب يعني، ممكن تبقى قصة سينمائية غريبة أو ممكن تبقى فيلم سينمائي جميل من نوع الفيلم اللي احنا شفناه اللي عملته السينما الأمريكية اللي هو رحلة في داخل جسم إنسان. أنا بتصور أن ممكن يبقى فيه فيلم بعنوان حرب داخل جسم الإنسان، تبتدي على طول الفيلم يوري التفاصيل من أول البوابات الكبيرة الحلق أو الجلد أو
الأنف ويتابع بالميكروسكوب وبكل وسائل العلمية والديكورات والحاجات دي، ويدينا فكرة غريبة للحرب الداخلية اللي بتحصل جوه الإنسان أحيانا من غير ما يدرى بيها خالص. أنا فعلا بفكر في الفيلم ده، وبعدين أنا بقول إن الحقيقة هو ده دور السينما العلمية دلوقتي، ودور السينما بوجه عام، إن هي يعني ده احنا في عصر جديد، عصر علم، عصر تعريف، تخرج بقى من حكاية روميو وجولييت والابن اللي جه في الحرام واللي انتحر من الشباك والصدف السينمائية بتاع الفيلم العربي إياه، وتطلع مش عارف آخر الرواية تطلع أخته والحاجات. لازم نطلع من الحاجات دي كلها ونعايش العصر، وتبتدي السينما فعلا تعمل كلها دور في التعريف، تعريف بالمسائل المحجوبة المسطورة جوه جسم الإنسان، وبالإبداع العظيم للخالق، ونوع من التنوير، تنوير الإنسان بما يجري في باطنه، خاصة في العصر العجيب اللي الإنسان فيه ابتدى يتحالف مع الموت ومع الميكروب، وبقى الإنسان دلوقتي قاتل نفسه. يعني إذا صادق يصادق الميكروب ويصادق السم ويحالف الموت وياخد صف، يعني يبقى هو نفسه ظالم لنفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإحنا في عصر فعلا الإنسان تحول فيه إلى أنه أصبح هو عدو نفسه وحليف الميكروب، وأصبح حليف الموت ضد نفسه. في هذا العصر الحقيقة رسالة العلم ورسالة الفن أنه هو يقوم بالتبصير الحقيقي بالمعجزة الحقيقية اللي بتحصل جوه الإنسان. لأن في النهاية إيه الفايدة؟ حتى إذا كان حب الخالق للإنسان مهما بلغ، إذا كان الإنسان في النهاية هياخد صف الميكروب، وإذا كان هيبتدي هو يدي ظهره لكل هذه العناية ويبتدي يتطوع في أنه هو يشرب السم، طب يبقى خلاص، يبقى انتهينا. فالفن مطالب بدور كبير في هذا العصر اللي هو عصر جديد، عصر النزول على القمر. احنا عايشين في عصر البطل الحقيقي فيه هو العلم، مش روميو ولا جولييت ولا مجنون ليلى. رحلة طويلة من 30 حلقة تعبناكم معانا. المرة دي كانت الجرعة العلمية أكتر شوية من كل مرة، وهي الحقيقة اللي شجعني على كده، أني أنا في جولتي في أوروبا وفي مشاهدتي للتلفزيونات في أوروبا وفي الغرب، لاحظت فعلا أني وشفت برامج بالساعة والساعتين، برامج تلفزيونية جادة جدا بتلخص كتب وتلخص مجلدات وبتقدم فايدة ممتعة جدا للمشاهد. فأعتقد فعلا أن إعلامنا العربي في أشد الحاجة إلى الجرع دي بالذات، لأن جرع الترفيه عندنا في التلفزيونات جرع كبيرة، وما فيش مانع فعلا يكون الجهاز التلفزيون جهاز ترفيه وتسلية، لكن لابد أيضا من جرع جادة جدا، لأن نعيش العصر اللي احنا فيه ونحاول نقدم للمشاهد، يعني نخليه يواكب العصر ويعيش فيه. يعني ما فيش مانع فعلا من أنه يضحك أو أنه يسلى ويشوف هزلية ممتعة، لكن أيضا لابد أن يعادل هذا الاتجاه اتجاه آخر، بحيث أن يبقى فيه جرع جادة كبيرة. فالحقيقة ده اللي شجعني أني أزود الجرعة شوية، ويعني تعبناكم معانا، وإلى موسم قادم إن شاء الله وإلى مجموعة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.